إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دقيقة فقهية. إذا أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة فكم عدد الركعات التي أتمها بعد ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه المسألة لابد أن نوضح، إذا أدركت الإمام في صلاة الجمعة وأدركت ركوع الركعة الثانية فقد حسبت لك الجمعة، لأنك بإدراكك لركوع الركعة الثانية فقد أدركت ركعة، وإذا أدركت ركعة فقد أدركت الجمعة. ولكن إذا دخل إنسان كما في السؤال وأدرك الإمام في التشهد أو بعد الركوع الركعة الثانية، هل أدرك صلاة الجمعة؟ قد يكون أدرك شيئا من ثواب الجمعة، ولكن كم يصلي من الركعات عندما يسلم الإمام؟ يصلي مع الإمام حتى يسلم الإمام، ثم بعد ذلك يقوم يصلي 4 ركعات. الله أعلم. يا من إليك تضرعي ورجائي. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.